السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على الطائرة هذه اللي طائرة بيرياف 200 بي او 200 واللي تم طالب نتاعها مطاف الجزائر لأربع طائرات من هذا النوع. وحبيت نتكلم على كل يعني التفاصيل تاع الصفقة هذه وتطورات نتاعها منذ البداية نتاعها، وهي القضية هذه بدأت في 2021 بعد الحرائق الرهيبة التي وقعت في سنة 2021، واللي بالمناسبة نترحم على الشهداء اللي راحوا ضحية هذه الحرائق منذ يعني هذه السنوات الأخيرة. إذن بعد تلك الفاجعة تم قرار يعني باتفاق مع روسيا بطلب لروسيا بأربع طائرات من هذا من نوع بيرياف 200. والطائرة هذه تم إنتاجها لأول مرة في 1998، يعني أكثر 25 سنة، وتم استعمالها لأول مرة في 2003 في الحرائق في روسيا، ثم 2010 و 2011 عفت حرائق كثيرة، تقرر إنتاج كمية من هذه الطائرات، وتم تجربها في 2010 و 2011 في فرنسا، وكذلك بعد ذلك برهنت النجاح تاعها وتحققت كل الشهادات نتاع الكفاءات الدولية من منظمة الطيران الدولية. وفي الحقيقة الطائرة هذه نتجت للمرة الأولى للجيش الروسي، يعني هي طائرة برمائية ولكن ماشي للحرائق، لإقماد الحرائق، كانت مصممة يعني تحمل يعني الجيش، وبإمكانية يعني الاتيريساج نتاعها يكون على مسطح مائي وكذلك بري. إذا بعد ذلك بعد ما كما قلنا في 2003 تقرر صناعة نسخة منها لإخماد الحرائق، وبعد ذلك يعني في 2010 بعد 2010 2011 عرفت نجاح كبير، وتم يعني طلبها من طرف دول مثل البرتغال واليونان وتركيا لدفع حرائق، وعملت كثير في هذه الدول إلى غاية 2019. في 2019 عرفت أول سقوط لهذه الطائرة B200 سقطت في تركيا وأودت بحياة 11 عضو من الطاقم الطائرة هذه، 3 أتراك و8 روس من الروس. إذن بعد هذه أول طائرة سقطت يعني منذ ذاك الحين الطائرة يعني برهنت بالنجاح تاعها، وتم الطالب عليها كثير، لكن يعني جاءت يعني الحرب الأوكرانية اللي الآن اتحاد يعني روسيا وجهت كل الجهد نتاعها تجاه الحرب، تجاه يعني الحرب مع أوكرانيا وماشي مع كل حلف المطلسي وأمريكا. يعني الحرب راهي تواجه كل الأسلحة نتاع دول أوروبا وأسلحة الولايات المتحدة الأمريكية. طب في هذه المواجهة كل الـ يعني الـ الجهد الحربي نتاع روسيا تم توجيه في هذا الاتجاه، ويعني حبست الصناعة تاع الطائرات هذه منذ 2021 إلى 22 بعد ما زادت الضراوة تاع الحروب في روسيا وطالت الحرب. إذن يعني المصير تاع الطالب تاع الجزائر كان اتفاق على صناعة زوج طائرات. إذن الطائرة الأولى تم صناعها نتاعها وتسليمها، هذه عندها 3 أشهر برك 3 أشهر، والطائرة الثانية راهي يعني انتهت الأشغال، يعني تمت الصناعة تاعها لكن راهي في المرحلة نتاع التجارب. وللعلم أنه الطائرة هذه اللي وصلت للجزائر لأول مرة إذن عندها مدة 3 أشهر ما زال لم تستعمل في الحرائق إلى يومنا هذا، لأن المرحلة تاع التجارب والتكوين تاع الطاقم اللي سوف يستعمل الطائرة ما زال لم تكتمل، يعني كل التحضيرات ما زال لم تكتمل.
إذن الطائرة هذه إلى يومنا هذا لم تستعمل في إطفاء الحرائق في الجزائر. ضف إلى ذلك يعني في 2019 السنة الماضية تم كراء طائرة من هذا النوع عملت في الجزائر يعني العام الماضي في 2022 وعملت في إطفاء الحرائق في ولايات كما ولاية طارف ولاية سكيكتا وولاية بيجاية استعملت العام الماضي في 2022 هذا العام لم تستعمل يعني وإذن هذا هو يعني الحالة الآن يعني الوضعية الآن هي أنه طائرة هذه كانت طائرة راهي وصلت الجزائر وأنا نشوف الصور تاعها وكدرت بعض التجارب هنا في الجزائر وهناك طائرة ثانية سوف توصل في الأشهر القليلة القادمة وللعلم أنه هذه الطائرة ترفد 12,000 لتر في الخزان تاعها مقارنة بالطائرة الكندا اللي ترفد 6,000 لتر إذن ترفد ضعف الحجم نتاع طائرة كندا أو الطائرة بصفة عامة اللي تستعمل في إطفاء الحرائق. فيما يخص طائرات كندا الجزائر دار طالب لطائرات كندا عدة دول في يعني في خاصة كندا هي اللي تصنع طائرات كندا لكن الطالب على هذه الطائرات طالب كبير وكان دول كثيرة تريد يعني تكسب هذه الطائرات لكن للأسف الشديد يعني طالب يفوق العرض وحتى في طائرات من أنواع أخرى لأنه الحرائق زادت في يعني في السنوات الأخيرة هذه خاصة دول يعني حوض البحر الأبيض المتوسط. إذن هذه هي وهذه أعطيتكم بعض يعني أجوبة لكثير من التساؤلات اللي لقيتها في القناة نتاعي يعني يوميا يجوني تساؤلات عن مصير يعني الصفقة هذه تاع الطائرات وكذلك لماذا لم نشتري لماذا الجزائر عندها أموال وما شراتش وما شراتش لكن في عوض ذلك يعني بالنسبة للسنة هذه تم كراء زوج طائرات من شيلي ومن كذلك إيطاليا فيه الجزائر عندها 8 طائرات هليكوبتر تستعمل هي تابعة للجيش تستعمل في إطفاء الحرائق بواسطة الليناس عندها العرام تعمر وشفناهم طائرات الهليكوبتر هذو عندنا 8 طائرات اللي تستعمل في الحرائق كان بعض القنوات قال لك ما كانش عندها الجزائر ما عندهاش لكن عندها كيفها ما عندهاش الجزائر عندها 8 حوامات تستعمل في إطفاء النيران إذن نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.